للمزيد سرنا أن تنضم إلينا سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. أهلا بك سعادة الشيخة في نشرة أخبار الثالثة، بداية يعني مع انطلاق النسخة 11 من سوق المزارعين البحرينيين، نتحدث عن التطور الذي تشهده هذه النسخة تحديدا مقارنة طبعا بالنسخ السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم أشكركم السلام. على الاستضافة اليوم، وودي أبتدي بأني أبين لكم أن مشروع سوق المزارعين ابتدى التوجيه كريم من صاحبة السمو الملكي الأميرة خديجة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة سيدي صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. وكان هذا التوجيه تلبية لمطلب من المزارعين نفسهم لإيجاد قنوات تسويق لمنتجاتهم. والحمد لله رب العالمين ابتدينا بدايات متواضعة من 11 سنة، ولكن ما شاء الله سنة عن سنة تطور السوق وزادوا المستفيدين منه، وأهم بنفسهم طوروا من مستوى منتوجاتهم ومن التنوع اللي عرضوا للناس، وكذلك تنافسوا فيما بينهم تنافس وايد طيب ونجني ثمارها اليوم ولله الحمد. السنة بعد نسخة مختلفة عن ما سبق، لأن عندنا دعم كريم من شركة STC اللي حقق نقلة نوعية في مستوى السوق، لأن ساعد وزارة شؤون البلديات والزراعة لتطوير البنية التحتية كاملة في حديقة البديع، وهي حديقة يعني عريقة في مملكة البحرين. نعم. فهذه المساهمة الطيبة بتخلي المكان بتجدده وبتطور الخدمات اللي فيه، وكذلك صار في استفادة من مساحة الحديقة بشكل أكبر. يعني في النسخ السابقة ما كانت كل المناطق مستخدمة، السنة هيئتها الوزارة للاستخدام وزيدت أقسام ما كانت موجودة في النسخ السابقة، بالإضافة إلى زيادة عدد المشاركين في كل الفئات سواء المزارعين أو شركات زراعية أو أسر منتجة، وكذلك الحرفيين والمطاعم. فأي شخص زائر متعود على السوق السنة إذا زاره بيلاحظ تغيير شامل، لكن مع محافظة على روح السوق التراثية والهوية البحرينية الجميلة العزيزة على قلوبنا. نعم سعادة الشيخة مرام، يعني على مدى النسخ السابقة والنسخة الحالية من سوق المزارعين البحرينيين، كيف يعني أسهم هذا السوق في دعم المنتج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي أيضا؟ أصبح السوق منصة مهمة للتسويق يعني، وكذلك لجذب الجهات المهتمة بالمنتج البحريني أنهم يتعرفون على المزارعين ويشترون منتجاتهم وحتى يزورونهم في مزارعهم. فبهالطريقة يكون خدم القطاع الزراعي بشكل كبير وخدم الأمن الغذائي. فوجود منتج محلي اليوم يسد جزء من احتياجات السوق الغذائية، أكيد يسهم في الأمن الغذائي. والحكومة الموقرة والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تشجع أن مواصلة الإنتاج الزراعي وزيادته، وتسعى ونسعى كلنا مع بعض ان احنا نذلل الصعوبات والتحديات اللي تواجه العاملين فيه على اساس انهم يساهمون في زياده الانتاج ويرفعون من مساهمه المنتج المحلي في السوق البحريني. فالحمد لله يعني ما تم تحقيقه في خير وبركه، والجاي افضل بعد باذن الله. نعم سعادة الشيخة، ماذا عن التوقعات، يعني توقعاتكم لتفاعل الزوار مع السوق في هذه النسخه، النسخه 11؟ والله اللي شفته اليوم يفرح، إقبال الناس كان إقبال جميل جدا، وفرحتهم بأن احنا ردينا تجمعنا في هالمكان ما توصف حقيقة. أتوقع تفاعل وايد كبير أنه يتواصل طول الموسم دي بإذن الله، والزواريون من كافة أطياف المجتمع، لأن الكل محب للزراعة ومحب للترفيه والجلوس في حديقة جميلة، خاصة يوم صار الجو جميل في موسم الشتاء. وسوق المزارعين له شعبية كبيرة انبنت على مدى السنوات، فالناس فعلا كانت تنتظر بس متى يتم افتتاح السوق، وإن شاء الله تعجبهم الإضافات الجديدة السنة. وسمحوا لي أن أنا أوجه دعوة من خلال هذه المقابلة لكافة المحبين والمهتمين أن يزورون هالسوق الجميل ويستمتعون معنا بما هو معروف.
نعم، كل تمنياتنا لكم بالتوفيق وكل الشكر لك سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.